السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة الشروحات. اليوم نقدم لكم شرح كيفية تطهير حساب فيسبوك قام بإزعاجكم عن طريق صوركم أو ما شابه ذلك. تابعوا الفيديو للآخر كي تتعلموا الطريقة. الطريقة جد سهلة، سوف تجدون الرابط أسفل وصف الفيديو، وتملؤون هذه البيانات هنا في الأعلى، تكتب اسمك على فيسبوك، ثم هنا عنوان بريد إلكتروني لكي يتواصل معكم فريق فيسبوك. هنا تعلم الخانة الأولى نعم هكذا، عفوا هل تملك حساب فيسبوك؟ علم الخانة نعم، وهنا اكتب اسم الشخص المستفز الذي يستفزكم وسوف يطلع حسابه الشخصي مباشرة بعد كتابة اسمه. هل الصورة الحميمية لك أو لشخص آخر؟ اكتب أنا، علم على الخانة الأولى أنا. يوجد توضيح المشكلة بشكل مستفيض، علم على الخانة الأولى الشخص ما يطلب أموالا، ثم هل تحاول إبلاغ عن رسالة خاصة؟ اكتب لا. الخانة الثانية، ثم هل تحاول الإبلاغ عن شيء آخر مثل الصورة؟ اكتب الخانة الثانية لا، علم عليها. ثم هنا تنسخون الكود الذي سوف أتركه لكم في وصف الفيديو، هذا الكود باللغة الروسية، تنسخه هكذا، تقوم بنسخه وتلصقه في تلك الخانة. تابعوا، سوف أترك لكم رابط التكست أو الكود في وصف الفيديو مباشرة، ثم تنسخه هنا. سوف تتفاجؤون بإزالة هذا الحساب من على فيسبوك نهائيا، مهما كان هذا الحساب مؤكد ببطاقة هوية 100%. الطريقة جد فعالة ومجربة، فقط لا أريدكم أن تستعملوها هكذا، استعملوها لشخص قام باستفزازكم أو بسبب لكم خطورة على حياتكم الشخصية. وإن استفدتم الفيديو لا تبخلوا علينا باللايك للفيديو ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم والاشتراك طبعا في القناة لتحفزونا لنشر المزيد إن شاء الله. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم.